واحد اثنين ثلاثة. مباراة مسيرة، مباراة كانت صعبة، فريق خصم عنيد، وايضا احنا في بعض الاحيان احنا اللي انطيناهم مجال انه يلعبون، بس على العموم ثلاث نقاط وكرر في غاية الاهمية وتعطينا حافز كبير لتقديم الافضل ان شاء الله في المباراة القادمة. بارك الله بكم، ربي يحفظكم ان شاء الله.